السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم على شاشة قناة الناس اللي شعارها دائما شاشة تأخذك إلى الجنة. طبعا ما بنساش أبدا أن أنا بشكر كل القائمين وكل العاملين على هذه القناة المباركة، وربنا يجمعنا وإياكم على خير ويبارك فيكم يا رب العالمين، ويجعل كل كلمة في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ومش عارفة ليه أنا يعني في أول حلقة مش مصدق نفسي إن ربنا أكرمنا وبلغنا شهر رمضان. يعني أكيد إحنا غاليين عند ربنا إن شاء الله، يعني بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. أكيد يا رب طالما أكرمتنا وبلغتنا شهر رمضان، يعني بتدينا فرصة إن رقبنا تتعتق من النار، بتدينا فرصة ان احنا نغنم ليلة القدر، بتدينا فرصة ان احنا يعني تتغفر لنا ذنوبنا. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اخيرا احنا في اول يوم في شهر رمضان، بالله عليك مصدق نفسك؟ بالله عليك مصدقة نفسك؟ فاكرين رمضان اللي فات كنا لسه عاملين بنتكلم ونقول الحمد لله جه اول يوم في شهر رمضان، وبشوف شويتين 10 ايام عدوا، وشويتين 20 يوم، وشويتين بقينا نذرف الدموع على مرور شهر رمضان. شهر عدى وخلص بسرعه، وده برضه احنا اول يوم وشويتين وهنتكلم ونقول فات يا جماعه تلت رمضان، فات نصه، فات تلتينه، خلص رمضان. وكل سنه وانت طيب، ربنا يجمعنا واياكم على خير. عايزين نلحق من النهارده عشان ما نندمش وما نتحسرش على كل لحظه عدت، عايزين نلحق ونجتهد والهمه تعلو ونقول ان شاء الله هدفنا السنه دي ان شاء الله. مش عايز اقول لك الفردوس الاعلى، مش عايز اقول لك ان تتعتق رقبنا. طب اقول لكم على فكره جديده السنه دي، طب ما ايه رايكم تركيزنا كله السنه دي مش على اني افوز برمضان وبس، مش على اني يبقى ليله القدر وبس، مش على اني ابقى تتغفر ذنوبي وبس، مش على اني يعني افوز مثلا بالصيام والقيام والقران. ايه رايكم ما تيجي بقى نحدد هدف اكبر من كل ده؟ ايه ده، في اكبر من كل ده؟ اكبر من الفوز برمضان وليله القدر والكلام ده كله؟ لا لا، في حاجات اكتر بكتير. زي ايه؟ ما تيجي نركز على ان احنا نعمل حاجه نفوز من خلالها برضوان الله، ان ربنا يرضى عنا. ما اصل لو رضى عننا هيكرمنا دنيا واخره، ويقينا هو ربنا قالها هيقولها في الجنة إن شاء الله، يعني كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل يطلع على أهل الجنة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها يا رب. فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم في حاجة أحسن من كل ده؟ أحسن من كل ده؟ آه أحسن من كل ده، مع أن ربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آه في حاجة أعظم ده كله، قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، بقينا في أول يوم في رمضان، أخيرا اتسلسلة الشياطين خلاص بقى نتنفس، بقى ندوق طعم وحلاوة الطاعة ولذة الإيمان وجمال القرب من الله سبحانه وتعالى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أخيرا اتسلسلت، أخيرا اللي كانت تعبانة وطول السنة عمالين يعني خليها بيني وبينك بنتلاك بيهم، أول ما نقع في مشكلة ولا في معصية أعوذ بالله من الشيطان هو اللي وقعني في المشكلة دي. لا، في رمضان بقى الموضوع بيتكشف، يعني لو عملت حاجة وحشة يبقى إحنا الوحشين، صح ولا لا؟ لأن هي دي المشكلة، مشكلة إن الشيطان عايزك تقع في أي معصية أيا كانت، إنما نفسك تسول لك معصية بعينها، هي دي لازم تنقح عليك على طول بإيه؟ في المعصية دي. أخير اتسلسلة الشياطين، خلاص بقيت حر، ما شاء الله اتحرك بقى، اتنفس طعم الطاعة، ذوق لذة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، هتعيش جنة الدنيا، هتعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. يبقى أخيرا اتسلسلة الشياطين، وشامم معايا الريحة الجميلة دي في إيه؟ أصل مش واخد بالك أنت، أصل الليلة اللي فاتت ديت اتفتحت أبواب الجنة الثمانية، بتتكلم جد ورب الكعبة، اتفتحت أبواب الجنة الثمانية كلها.
ما فيش ولا باب كده متوارب ولا لا، كله اتفتح خلاص. يلا شم بقى عطر وانفاس الجنه وعبير الجنه. الله، ايه ده، في ناس شمت ريحه الجنه؟ اه والله. زي مين يعني؟ هذكر لك مثالين بساط كده. سيدنا انس بن النضر لما تخلف عن غزوه بدر لعذر مرض شديد كان نزل به، فقال: والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرن الله مني ما اصنع. تيجي غزوه احد، يدخل انس بن النضر ما شاء الله، اللي هو عم انس بن مالك، فدخل بقى وما شاء الله وجهاد وقتال وصدق مع الله سبحانه وتعالى. واول ما دخل اللي حصل، شاع خبر مقتل النبي عليه السلام، والصحابه يعني اللي اتقتل واللي قعد على جنبه مش عارف ايه. فمر عليهم انس بن النضر فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وتقدم ولقياه سعد بن معاذ، فقال له انس بن النضر: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. شايف جبل أحد أهو، الناس طالعة تجري بره وأنس بن النضر داخل يجري جوه. ليه؟ شامم ريحة الجنة. مين تاني شم ريحة الجنة في نفس الغزوة؟ سعد بن ربيع، لما النبي عليه السلام بعت له زيد بن ثابت عشان نطمئن عليه، قال: رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال: وعلى رسول الله سلام. قل له: يا رسول الله، إني لأجد ريح الجنة. الله، ريح الجنة. وكل قوم يا الأنصار، لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. سلسلة الشياطين واتفتحت أبواب الجنة واتقفلت أبواب النار. خلاص أبشر، خايف من إيه؟ اللي خايف منه اتقفل، واللي نفسك فيه اتفتح، واللي قلقان منه تسلسل. خلاص اقبلت رحمات المولى عز وجل، وهي مقبله طول العام، ولكن زادت بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني تشعر فعلا بنفحات ورحمات يعني زياده شويه، وهتحس كده بقرب عجيب، وتحس كده بامنيات عاليه، وتحس بروحانيات عمرك ما حسيت بها الا في الشهر الجميل ده. حافظ على تلك الروحانيات، وبالله عليك اخلص النيه لله سبحانه وتعالى. ده اول يوم، اوعى تيجي تندم في اخر يوم. انا عايزك تيجي في اخر يوم تسجد لله شكرا تقول: الحمد لله، ربنا اكرمني ووفقني في شهر رمضان ده، ان ده احسن رمضان، اجمل رمضان في عمري. قلت لك قبل كده، تخيل لو كنت مع الثلاثه اللي دخلوا الغار، وكل واحد سال ربنا بعمل صالح، فانت تيجي بقى لو دخلت الغار معاهم وكنت انت الرابع، تقول: يا رب اسالك باني صمت لك شهر رمضان 1428، ده كان اجمل رمضان صمته في حياتي، لو كان خالصا لوجهك ففرج عنا الصخره. ان شاء الله تخرج الصخره وتجينا قناه الناس ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما. اتقفلت ابواب النار، فتحت ابواب الجنه، سلسله الشياطين، سامع اللي انا سامعه او متخيل اللي انا سامعه؟ في ايه؟ في منادي بينادي دلوقتي عليك، بينادي علي. ايوه عليك انت وعليك انت وعلينا كلنا. بيقول ايه؟ بيقول كلام جميل جدا جدا، وكله في مصلحتك والله، خايف عليك. بيقول: يا باغي الخير اقبل، تعالى فرصة عمرك، اوكازيون، الجنة قدامك، مرضات الله سبحانه وتعالى قدامك، الفوز بليلة القدر قدامك، مغفرة الذنوب قدامك، جنة الفردوس قدامك، الحق نفسك. يا باغي الخير اقبل، تعالى قرب بقى، قرب بقى، كفايه بعد. ما شبعتش بعد عن ربنا؟ ما شبعتش اقبال على الدنيا؟ يا اخي كفايه، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. جنه الرحمن سبحانه وتعالى ربنا قال عنها: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالى بقى قرب يا اخي، قرب، كفايه بعد. يا باغي الخير اقبل، يلي عايز ليله القدر تعالى، يلي عايز مغفره الذنوب قرب، ياللي نفسك في رحمة ربنا تعالى موجود، ياللي عايز ربنا يغفر لك تعالى قرب، ياللي نفسك تفوز بكل الخير ده كله تعالى، تعالى حبيبي، حبيبي في الله وأختي في الله، كلنا تعالوا قربوا. اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ اللي مش هيفوز بالجنة في رمضان هيفوز بها إمتى؟ فرصة عمرك، فرصة عمرك، فرصة حقيقية بجد، لو ما كنتش تستغلها أو تغتنمها صح هتندم، هتندم وما تعرفش هتلحق رمضان تاني ولا ممكن في السكة تتسحب الورقة. ما احنا قلنا، احنا قلنا مشكلتنا ان احنا في امتحان، والامتحان دوت مشكلته ان هو سهل ما شاء الله، ما فيهوش اي مشكله، بس مشكلته انه ملوش وقت محدد. الورقه ممكن تتسحب منك بعد 5 دقائق، وممكن بعد ساعه، وممكن بعد 3 سنين، وممكن بعد 60 سنه، ما فيش اي مشكله خالص. فانت عارف الورقه تتسحب امتى؟ تقول لي ما اعرفش. ورقه تسحب مني يعني ايه؟ يعني ملك الموت يخش عليك ويقبض روحك، هو ده سحب الورقه، كنايه عن الموضوع يعني. فالورقه ما تعرفش هتسحب امتى،
ممكن تتسحب منك وانت في رمضان وفي ليلة جمعة أو يوم جمعة تنجو من عذاب القبر. الله، وفي رمضان ومن ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، يبقى تنجو من عذاب القبر وتدخل الجنة وتفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ويغفر لك ما تقدم من ذنبك. لا، ده انت بقيت ملك، انت مش حاسس بالنعمة اللي انت فيها؟ احمد ربنا. انا عايزك وانت قاعد بتسمعني لسانك بالله عليك ما يفطرش عن ذكر الله. اقعد وانت، انت هتخسر ايه طول ما انت قاعد كده؟ استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. حتى لو ثبت لسانك على ذكر معين عشان ما تتلخبطش وتعرف تسمع الحلقه، ثبت ذكر معين كل يوم كده واشتغل. المهم ما تعطلش لسانك يا عم، اذكر ربنا، ربنا يبارك فيك. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ها، حي ولا ميت؟ ان شاء الله حي، ان شاء الله حي، وصاحب قلب مطمئن ونفس راضيه، ان شاء الله انسان فاضل وبتحب القرب من الله وبتحب لقاء الله وربنا يحب لقاءه ان شاء الله. اوعى اوعى تفطر لحظه عن طاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى في منادي بينادي، بينادي دلوقتي بيقول يا باغي الخير اقبل، ومن الناحيه الثانيه يا باغي الشر اقصر. حبيبي في الله، يلي عصيت ربنا 11 شهر، 11 شهر يعني من رمضان اللي فات لرمضان ده يعني، انما ممكن تكون عصيت ربنا 20 30 سنه 50 سنه وما فكرتش لا في رمضان ده ولا في رمضان اللي فات. بالله عليك كفايه، ارحم نفسك، ارحم نفسك وتوب وتعالى، وستجد ربا رحيما شكورا ودودا غفورا توابا جل جلاله. الله، يعني لن تجد ارحم من ربك. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: والله لله ارحم بعبده من رحمه الام بطفلها الرضيع. عايز اكتر من كده؟ ربي رحيم ودود، رب بيقول لك سبحانه وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. يا راجل، يعني سبحان الله، هو مين اللي محتاج مين يعني؟ ورغم ذلك المولى عز وجل يكرمك بهذه النعم، يقول جل وعلا: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي روايه: ان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله. اتسلسلت الشياطين واتفتحت ابواب الجنه واتقفلت ابواب النار، والمنادي عمال ينادي كل يوم: يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر، كفايه بقى ذنوب ومعاصي، وفوق ده كله بقى الحق نفسك بقى في الغنيمه البارده الجميله دي. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. كل ليله؟ طب ده عدت ليله، فاضل كام ليله؟ ممكن تكون 29 ليله وممكن تكون 28 ليله اللي فاضلين يعني، لأن ممكن يكون رمضان 29 يوم، ممكن يكون 30 يوم. الليلة اللي عدت ديت، أنا وأنت وأنتي اتعتقت رقبتنا من النار ولا لسه؟ ممكن يكون وممكن يكون لأ. نفترض إنها لأ، وبحسن ظن نقول لكن لو افترضنا إنها لأ، طب ليه ما تتعتقش رقبتك الليلة اللي جاية ديت؟ طب ولو عدت اللي جاية، يبقى اللي بعدها إن شاء الله. طب ولو عدت اللي بعد، يبقى ان شاء الله في الليله الرابعه ده يقينا بحسن ظني بالله ان شاء الله، واقعد ابكي وامرغ جبيني في الارض وانف احطه في التراب واقول له: يا رب ماليش غيرك. ما انت لو ما اعتقتش رقبتي السنه دي يا رب، انا ما اضمنش اعيش السنه الجايه. اعتق رقبتي يا حبيبي، وكلم ربنا كده: والله انا اخاطب ربي في صلاتي بهكذا، وربي يسامحني على جرأتي. دايما اخاطبه واقول له: يا حبيبي يا حبيبي، ماليش غيرك، بحبك وماليش غيرك، فاغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي وكرمني ونجحني ووفقني في دعوتي وبارك لي في صحتي وفي زوجتي واولادي وفي كل المسلمين، وارحم المسلمين واغفر للمسلمين واشفي المسلمين وارحم موتى المسلمين. واقعد ادعي دائما كده بكلمه: يا حبيبي يا حبيبي. كلمه حكيم بن حزام وهو بيموت لما كان ماسك المصحف وهو مقبله واخده في حضنه يقول: اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك. اتدلل على حبيبك، اتدلل عليه حبيبك. هو انت ليك غيره؟ هو انت ليك ارحم بيك من ربنا سبحانه وتعالى؟ ده نزل رحمه واحده من 100 رحمه في الدنيا عشان نترحم بها كده بيننا وبين بعض. حتى ان الدابه لا ترفع حافرها عن والديها خشيه ان تؤذيها. فاذا كان يوم القيامه رفعت تلك الرحمات الى 99 رحمه حتى يظن ابليس ان رحمه الله ستسع. يا الله، بسم الله. طبعا انا بصور الحلقات دي في شعبان مش في رمضان، احسن طول الشيخ مفطر. ربنا يبارك فيك يا رب. ففوتت فرصة العمر يا شباب، فرصة العمر أخوات، أبائنا، أمهاتنا، حبايبنا، أهلنا، أسرتنا. بقول لكم والله ده إحساسي، يمكن يكون مش إحساسكم، معلش ده إحساسي أنا. بحس إن إحنا عيلة واحدة، أسرة واحدة،
بحبكم في الله وخايف عليكم وبتمنى لكم الخير. عشان كده بقول ايدي في ايدك، مد ايدك وخد بايدي وتعالى نخش الجنه، تعالى نعاهد بعض. من ما تيجي نبايع النبي، هو مش الصحابه بايعوا النبي بيعه العقبه الثانيه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم عليكم كذا وكذا 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 وكذا، وفي الاخر قالوا وما لنا يا رسول؟ قال الجنه سلعه ثمنها الجنه. ما تيجي نجدد البيعه مع النبي عليه السلام. من يجدد البيعه الليله مع رسول الله؟ اعاهدك وابايعك يا رسول الله على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. ابايعك يا رسول الله، انا بايعتك يا رسول الله، جددت البيعه النهارده، ايه رايك تيجي نبدا؟ ها، على السمع والطاعه في النشاط والكسل. الفجر بيبدا، حي على الصلاح حي على الفلاح، والدنيا برد، هتقوم ولا مش هتقوم؟ هقوم طبعا، ده انا لسه مبايع النبي، لسه مجدد البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها الدنيا حر، والحجاب انت مش لابس الحجاب لسه، هتلبسه ولا لا؟ طبعا لا اله الا الله، حتى لو الحر هيقتلني حتى مش مشكله، ده انا جددت البيعه مع النبي عليه السلام. الاب والام صعبين شويه، بس النبي عليه السلام طلب منك تبر امك وابوك، هتبر ولا لا؟ طبعا هبر، حتى لو عملوا فيه ايه، لو 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 ذبحوني هبر امي وابوي خلاص. ها حاسس باللحظات والنفحات الجميله دي. معلش انا قدمت مقدمه طويله شويه، لان احنا هنتكلم في سلسله وهقول لكم عليها دلوقتي، بس انا حبيت اقدم المقدمه دي عشان نستشعر بقى بالجمال اللي احنا عايشين فيه واللحظات السعيده اللي احنا عايشينها دلوقتي. انا اخترت لكم السنه دي مجموعه سلسله بعنوان من روائع القصص. اشمعنى القصص؟ اصل القصص ليه معاني جميله جدا وتاثير عجيب جدا على النفس البشريه. ياما ناس كتير يا جماعه سمعت قصه مؤثره تابوا كتير، اعرف شباب كتير جدا بالمنظر ده واخوات كتير بالمنظر ده. قصه واحده سمعها من داعيه مخلص وصلت لقلبه بفضل الله، كان سبب التوبه هذه القصه. سبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في الكتاب احسن القصص. قال جل وعلا: نحن نقص عليك احسن القصص. ولا ينتفع بالقصص الجميل ده الا اصحاب العقول. خد بالك، لقد كان في قصصهم عبره لايه؟ لاولي الالباب، اصحاب العقول واصحاب القلوب التقيه النقيه بفضل الله. من خلال القصص القران يا جماعه تظهر السنن الربانيه باهلاك الظالمين والكافرين، وانجاء ونصر المؤمنين والمخلصين بفضل الله. كان من اعظم يعني الاشياء التي او الفوائد التي او الثمرات الموجوده في القصص القراني تثبيت قلب النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وتثبيت قلب الصحابه والامه من بعدهم. قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله، سبحان الملك، وربنا سبحانه وتعالى جعل القصص القراني من اسباب تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيف ما اصابه من اذى القوم، وحثه على الاقتداء بالانبياء السابقين، وتبشيره بان العاقبه الحسنه ستكون له صلى الله عليه وسلم. يبقى تثبيت النبي عليه السلام: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب، وتخفيف الاذى اللي حصل للنبي عليه الصلاه والسلام في خلال ايه بقى؟ كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، زي ما اتقال لك يا محمد صلى الله عليه وسلم اتقال للرسل من قبل. يا الله، طب والاقتداء بالانبياء؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي صلى الله عليه وسلم. طب وتبشيره بنصرة الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. الله، يبقى القصص كان سبب في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيف الآلام والأحزان من قلب النبي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء والرسل من قبل، وأن يعني هم الأنبياء إخوة صلوات رب وسلامه عليهم جميعا. وفي النوم ده كله وتبشير المولى عز وجل للحبيب بنصرة الله سبحانه وتعالى. من أهداف أيضا القصة القرآنية العظة والاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن أهدافها أيضا تنبيه الإنسان من الرقدة والغفلة. احيانا الانسان يا جماعه يبقى غفلان كده، ما هوش عارف هو جاي ليه ولا بيعمل ايه ولا حياته ماشيه ازاي، وفجاه يسمع قصه في القران ما شاء الله عن واحد وقف موقف بطولي بسم الله ما شاء الله، وبذل نفسه وروحه وباله لله، فيقول الله امال انا فين؟ امال انا ما بقدمش حاجه ليه؟ انا لازمتي ايه في الدنيا؟ انا جيت الدنيا بعمل ايه؟ ويبتدي ما شاء الله يبذل ويعني يعطي بفضل الله سبحانه وتعالى. من اهدافها ايضا التحذير من اخطار البعد عن الله.
تجد مثلا ربنا يخص علينا قصة واحد مثلا لما كان قريبا من الله عز وجل، كان الله عز وجل يكرمه ويغدق عليه، فلما ابتعد ربنا سبحانه وتعالى يعني عذبه عذابا شديدا وفعل به كذا وكذا وكذا. فيبقى ايه تحذير للإنسان. من أهداف أيضا القصة تصحيح مناهج الآداب والسلوكيات، إن أنت تتعلم من خلال القصة كيف يكون الأدب مع الله، كيف يكون السلوك الإسلامي، كيف تكون التربية الإسلامية. كل ده موجود في القصص القرآني بفضل الله. من خلال القصص القرآني بنصحح العقيدة، يكون عندك إن في توكل وفي يعني ثقة ويقين في مين؟ في الله. يكون لسان الحال المسلم اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. إنسان يبقى عنده انخلاع من الحول والقوة إلى حول الله عز وجل وقوته. في من خلال قصص القرآن ربنا بيذكر لنا أحداث الأمم الغابرة، كيف أن الأمة بمجرد ما تكفر بالنبي خلاص الله أكبر، فكلا أخذنا بذنبه. كل أمة اتخذت بذنبها، فاهم ازاي؟ ولكن بطريقة تختلف عن التانية. ليه؟ تنوعت العقوبات عشان تعرف أن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. في قصص القرآن تشوف بقى صور لحسن خاتمة الأمم المؤمنة وسوء خاتمة الأمم الكافرة. عشان كده تعالوا نتعايش مع سلسلة من روائع القصص. والحقيقة أنا متعمد أن نبدأ من روائع القصص بقصة أصحاب الأخدود. أصل قصة أصحاب الأخدود يا جماعة دي قصة مبهرة، قصة فيها عظة وعبرة وفيها أشياء وأحداث جميلة جدا، نستطيع لو أسقطناها على أرض الواقع نعرف إزاي فعلا نثبت على دين الله سبحانه وتعالى. تعال نبدأ قصة، أول قصة نتعايش معها، وممكن القصة تاخد معنا حلقة 2 3، وممكن قصة أصحاب الأخدود أنا محضر لكم 30 قصة، لكن ممكن قصة مثلا تاخد معنا قصة واحدة تاخد معنا 30 حلقة، ويبقى بقية الحلقات نقولها بعد كده إن شاء الله. لكن معنا مجموعة قصص أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. تعالوا نشوف قصة أصحاب الأخدود بدأت إزاي، وإيه سبب ذكر القصة ديت، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها إمتى، وذكرت في القرآن إمتى وإزاي. خد بالك، تعال نتعايش معاه بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وزي ما بقول لك لسانك لا يفطر عن ذكر الله ولا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله بحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نشوف الأول. نزلت الرسالة على النبي عليه السلام، وبعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي عليه السلام يعني ينادي في الكون كله ويذكر قومه بالله سبحانه وتعالى، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بدأ النبي عليه السلام يذكرهم، بدأ يعني يأخذ بأيديهم إلى أرض الطاعة وإلى بستان التوحيد. طبعا كثير من المشركين لم يقبلوا، بل أكثرهم لم يقبلوا. وبدأ النبي عليه السلام يذكر ده ويعرف ده من هو الله، ويحببهم في الله، ويذكرهم بنعم الله وآلاء الله سبحانه وتعالى. فآمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلة ميمونة مباركة، قليلة جدا لكنها كانت هي الأعمدة التي حملت راية لا إله إلا الله وبلغت الإسلام للكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة بسيطة جدا، وعذبوا عذابا شديدا، عذاب لا تتخيله. قريش كلها اجتمعت بحدها وحديدها وخيلائها علشان تعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: أول من أظهر إسلامه 7. وخد بالك في فرق كبير جدا بين أول من أسلم وبين أول من أظهر إسلامه. يعني على سبيل المثال أول من أسلمت من النساء مين؟ أمنا خديجة. لكن أول من أظهرت إسلامها سمية أم عمار. واخد بالك؟ قال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه 7، رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. 7 دولت أول من أظهروا إسلامهم في الأرض كلها. فأما رسول الله، ده كلام لابن مسعود، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، يعني حماه الله بعمه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم القبيلة بتاعته. وأما سائرهم فلقد ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. اللي عايزينه يقولوا فقالوا غصب عنه،
يعني ما يعني مع العذاب الشديد والضرب بالسيوف والتعذيب والحرق بالنار، كان اشياء طبعا ربنا عارفين فيك، والراجل يحفر له حفره في الارض ويوضع لحد ما يبان بس راسه فقط، ويفضلوا يسلطوا العذاب والكرابيك على راسه، حاجه يعني لا تتخيلها، ربنا عارفين فيكم. عشان تعرف بس قد ايه الاسلام وصلك بكل يسر وسهوله، ما طلب منك الا ان انت بس حافظ على دينك، بس هو ده المطلوب منك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ده اللي مطلوب من حضرتك. فاذا ابو بكر ربنا منعه وحماه بقومه، والنبي عليه الصلاه والسلام منعه الله عز وجل بعمه، وسائرهم بقى البسهم قدروا على الحديد، فما منهم من احد الا وقد واتهم على ما ارادوا. شوف الا بلال الوحيد الذي لم ينطق كلمه الكفر، خد بالك كان عندهم رخصه، قول المولى عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكرهت وأنت بتعذب، ها اللات والعزى إلهان من دون الله، خلاص إلهان من دون الله سيبوني بقى، فيسيبوه خلاص هو قلبه مطمئن بالإيمان، واخد بالك؟ لكن كله خد برخصة إلا بلال، فإنه هانت نفسه عليه نفسه في الله وذاق من العذاب ألوانا، خد بالك. فكانوا يقولون لهم اللي هو اللي بيعذبه اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد، فيمر عليه حبيبنا أبو بكر ثاني اثنين أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند مسلم لما عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، خدت بالك؟ فأبو بكر عدى فشاف سيدنا بلال بيعذب، فقال ينجيك الله الواحد الأحد، وذهب أبو بكر وصف التجارات وجاء بالأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. الله أكبر. فقال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، والله أنا تلاقي بلال عمله معروف، فعلى نظام بعض الناس قدم السبت تلاقي الحد. فسكت أبو بكر ونزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. هي ده الهدف اللي أنا عمال أقول لك عليه من أول إيه؟ من أول حلقة، إن إحنا مش عايزين نرسم على ليلة القدر فحسب، ولا على العتق من النار وبس، ولا على الفوز بشهر رمضان والقيام وكلام ده كله، لأ أنا عايزك ترسم السنة ده على الفوز برضوان الله، تقول له يا رب أنا ماليش هدف في حياتي كلها إلا أن أنت ترضى عني. طب وعايز إيه تاني؟ وأن أنت برضو ترضى عني، يا ترضى عني يا ترضى عني، أنا مش عايز غير كده. فربنا يرضى عنا وعنكم يا جماعة. يعني أنا شايف الوقت جري وخلص، وإن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله بالله عليك، وأنت بتفطر للصائم دعوة مستجابة، تدعي لي وأدعي لك يعني، وتخلص في الدعاء ليا وأخلص في الدعاء لك، وأنا والله بلا وعد أنا أقسم بالله لا أفطر أبدا عن الدعاء لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، لأني أحب كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بكرا أقابلكم إن شاء الله في نفس الميعاد مع برنامج من روائع القصص. يعني لا تنسوا التراويح، القرآن، ذكر الله، دعوة مستجابة، ادع لنفسك وادع لإخوانك في فلسطين وفي العراق، وادع لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.